السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. من المتوقع أن يتوجه بعد غد الجمعة 39 مليون ناخب إيراني من بين عدد سكان إيران البالغ 62 مليون نسمة، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار 290 نائباً، هو عدد أعضاء البرلمان الإيراني أو مجلس الشورى كما يعرف في إيران. وتكتسب الانتخابات البرلمانية الإيرانية هذه المرة أهمية خاصة لبروز صراعات ومنافسات واضحة بين أكثر من 5800 مرشح ومرشحة يمثلون التيارات الرئيسية في إيران، والتي يمكن اختصارها في تياري الإصلاحيين والمحافظين، حيث يسعى المحافظون لبقاء هيمنتهم على البرلمان من أجل تحجيم نفوذ الإصلاحيين، فيما يسعى الإصلاحيون للسيطرة عليه حتى يتمكنوا من ممارسة سلطاتهم بحرية ويدعموا مكاسبهم التي حصلوا عليها في أعقاب فوز الرئيس خاتمي بالرئاسة عام 97. وفي حلقة الأسبوع الماضي دشنا الحملة الانتخابية في إيران قبل بدايتها رسمياً بحوالي ساعتين ونصف الساعة في حوار مباشر مع الدكتور محمد رضا خاتمي، شقيق الرئيس خاتمي وأحد أبرز زعماء التيار الإصلاحي. واليوم نختتم الحملة الانتخابية قبل إغلاقها رسميا بعد ساعتين ونصف الساعة في حوار مباشر مع الدكتور طه هاشمي، أحد أبرز قيادات التيار اليميني المحافظ في إيران. ولد الدكتور طه هاشمي عام 58، وبدأ المشاركة السياسية في الجمعيات السرية المناهضة لنظام شاه إيران السابق عام 74، واستمر بها حتى قيام الثورة عام 79. تخرج من كلية الطب ودرس إلى جانبها في حوزة قم الدينية، وفي العام 91 عين مسؤولا عن مركز الكمبيوتر للعلوم الإسلامية، ثم انتخب نائبا عن مدينة قم في الانتخابات البرلمانية الماضية، وهو الآن أحد أعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان أي مجلس الشورى الإيراني، ورئيس لجنة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون في إيران. وناطقا رسميا باسم الاجتماع التأسيسي لمنظمة مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، يصدر صحيفة انتخاب، ويعتبر من أشد المقربين من مرشد الجمهورية الإسلامية السيد آية الله علي خامنئي. ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا بعد موجز الأنباء على الأرقام التالية 00974888840 أو 41 أو 42، أما رقم الفاكس فهو 885999. دكتور هاشمي مرحبا بك. في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن الإصلاحيين وعن المحافظين أو عن التيار اليميني المحافظ وعن التيار اليساري الإصلاحي، هل يمكن باختصار أن تعرفنا بكم أنتم، من أنتم أيها اليمينيون المحافظون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم. قاعدة مبنى جناح راست و جناح شاب در كشور ما تياري اليمين واليسار مباني در لهما اختلافات مع ما يطرح في سائر دول العالم حول هذين التيارين. بين معنى در جناح راست معمولا أنه في تيار اليمين يصطلح في عالمنا المعاصر بأنه التيار الذي يؤيد الأجواء المنفتحة في القضايا الاقتصادية وتقليل مسؤولية الحكومة، وأن تكون القطاعات الاقتصادية بيد الناس وبيد الشعب. وفي التيار اليساري كما يعرف في عالمنا المعاصر يعتقد بأن الحكومة يجب أن تتدخل في جميع الشؤون وأن تسيطر على القطاعات المختلفة خاصة في مجال الاقتصاد
الاقتصاد أو في مجال الثقافة يعتقد التيار اليساري بشيء من هذا النوع، لكنه في إيران إن المبادئ قد تختلف وتشهد نوعا من الاضطراب في هذا المجال، حيث لا يمكن أن نعطي نفس التعريف الموجود عالميا. إن ما يطرح في إيران حول تياري اليسار واليمين منذ بداية حزب جمهوري إسلامي در داخل اون الثمانينات حينما طرح في حزب في الحزب الجمهوري الإسلامي تيارين، تيار مؤيد للحكومة ولتدخل الحكومة في جميع المجالات، والتيار الذي كان يؤيد أن تكون الأمور بيد الناس. ومن الطبيعي أن جميع هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يختلفون في وجهات النظر كانوا من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الجمهوري الإسلامي. إنني كنت عضوا في لجنة الطلاب في ذلك الحزب، وكان من الواضح أن أولئك الذين كانوا يؤمنون بالأجواء المغلقة في القضايا الاقتصادية وكانوا يرون مسؤولية أكبر للحكومة في هذا المجال بدأوا هذا الخلاف، لكنه فيما بعد اتسع النطاق في هذا المجال ووصل هذا الخلاف إلى القطاعات المختلفة في المجتمع، حيث نرى اليوم بأن المجتمع قد تأثر من هذين التيارين، التيار المحافظ والذي يطرح بتيار اليمين يسمى بتيار اليمين، يؤمن بأن المبادئ الدينية والعقائدية في الجمهورية الإسلامية بإمكانها أن تتدخل في جميع الشؤون الفردية والاجتماعية وأن تتحكم على جميع القضايا التي تتعلق بالناس، وإننا نستطيع بأن ندير الدولة عبر المبادئ التي طرحها الإمام الخميني في ثورته الإسلامية. لكن التيار الآخر وإن وافق قطاع منه أو فصيل منه مع هذه القيم، لكنه يؤمن بأن علينا أن نستفيد من تجارب القطاعات الأخرى في المحافل الدولية في إدارة الحكم، وأن نسير باتجاه نستطيع من خلاله أن نطبق الأمور على مقتضيات الزمن، وأن نجدد الرأي في بعض المجالات. لكنه نستطيع أن نقول بأن كلا الفصيلين، خاصة بالنسبة للقوى الرئيسية في كلا الفصيلين، يؤمنون بالمبادئ الأساسية، خاصة بالمبادئ الدينية والعقائدية وقضية ولاية الفقيه والقيادة في الجمهورية الإسلامية وفي بعض القضايا الاقتصادية. إن التيارين يؤمنون بتقليل مسؤولية الحكومة وفتح المجال أمام الناس، خاصة في القضايا الاقتصادية، وهناك اشتراك في وجهات النظر في هذه المجالات. لكن كل من التيارين يتهم الآخر ببعض الأمور، لكنه في اسمح لي هنا دكتور، اسمح لي أن ننصف في هذا المجال، اسمح لي. طالما أن احنا وصلنا إلى قضية الاتهامات وأنت أحد الذين ينتقدون التيار اليساري الإصلاحي بشدة، ما هي انتقاداتكم أنتم المحافظون للتيار الإصلاحي بإيجاز واختصار لو سمحت؟ إنني طبعا لي مواقف معتدلة في جميع الفترات منذ كنت طالبا في الحزب الجمهوري، كان لي موقفا معتدلا بين التيارين في ذلك الحزب، واحتفظت بهذا التيار بهذا الموقف الاعتدالي حتى الآن، ولا أعتقد بالتطرف في كلا الطرفين. في القضايا التنفيذية كنت لعدة سنوات مسؤولا عن إقامة مراسيم ذكرى الثورة والمراسيم المختلفة. أنا دكتور اسمح لي، أنا لا أسألك عن مواقفك الشخصية هنا، أنا لا أسألك عن مواقفك الشخصية هنا، أنا أريد أن أعرف
ما هي الانتقادات التي توجهونها أنتم اليمينيون المحافظون إلى التيار الإصلاحي بعيدا عن المواقف الشخصية للأفراد، وإنما أنا أسأل عن موقف تيار بشكل محدد؟ نعم. أجر البته شون شباب من إنكم من در موزي طرحتموني بأنني من المحافظين، اسمحوا لي خارج از این أن أطرح يعني المواضيع خارجا عن هذين التيارين وخارجا عن أن أكون إصلاحيا أو محافظا. إنني سوف يعني أنت من أهل الأعراف يعني تجلس بين يعني من يكسري از نعم. مسائلي كي طالبان مطرح ميكنن اؤمن بما ببعض ما يطرحه الاصلاحيون وببعض ما يطرحه المحافظون. محافظكاران نسبت به اصلاح طالبان ايراد وارد ميكنن ان ما يطرحه المحافظون بالنسبه للاصلاحيين بان الحركه الاصلاحيه مشخصه لم تكون إن لم تكن في ضمن المبادئ الرئيسية سوف يواجه مجتمعنا مشكلة بالنسبة للمبادئ الدينية. إن التنمية السياسية التي تطرح كأحد الشعارات الرئيسية من قبل حكومة الرئيس خاتمي لو أدت إلى فصل الدين عن المجتمع وعن الحكم كما رأيناه في تاريخنا المعاصر في العالم. إن هذا يعني أنت هنا دكتور، أنت هنا في هذا الشرح الذي تريد أن تبينه تعتقد بأن الإصلاحيين جادين فعلا في فصل الدين عن الدولة في إيران حال سيطرتهم على البرلمان وعلى الرئاسة والحكومة كما هو الوضع الحالي الآن؟ إنني أعتقد بأن الإصلاحيين يشكلون تيارا واسعا كما أن المحافظين كذلك. هناك مجموعة تقترب إلى الإصلاحيين وإلى المحافظين من جهتين. هناك قسم من الإصلاحيين يعتقدون بفصل الدين عن الحكم، فالمهم هو ما هو مدى تأثير هذا الفصيل أو ذاك. إن وصل القسم من الإصلاحيين الذي يؤمن بفصل الدين عن المجتمع وعن السياسة إن وصل هؤلاء إلى الحكم وإلى المجلس سوف يقومون بذلك، لكنني أعتقد بأن القسم الكبير من الإصلاحيين يصرون على مبادئ الإمام الخميني وعلى المعتقدات الدينية ويعتقدون بأن الدين بإمكانه أن يدير المجتمع وأن يشرف على جميع المناسبات السياسية والاجتماعية والفردية وكل ما يتعلق بالحياة المدنية. هل نستطيع أن نقول بأن الثورة الإيرانية في هذه الفترة هي على مفترق طرق حقيقي، وأن هناك ضبابية في المواقف السياسية بالنسبة للمحافظين وبالنسبة للإصلاحيين؟ إن الثورة الإسلامية لها جذورها في معتقدات الناس، أي أن أساس هذه الثورة كان هو على أساس إحياء الدين وأن يتحكم الدين في المجتمع. إن الكثير من فصائل الشعب تؤمن بهذا، وإن مجرى الأمور يسير على هذا الأساس. إن قسم قليل من الإصلاحيين يؤمنون بفصل الدين عن الحياة السياسية، وأنا أتصور بأنهم لن ينجحوا في السنوات القريبة. في الماضي القريب في إيران رأينا بأن أي حركة اجتماعية يجب أن ترتكز على المعتقدات الدينية للناس، وإلا لن يسجل لها النجاح. لا يمكن لأي حركة تريد أن تفصل الدين عن المجتمع أن تنجح، لأن الدين حقيقة تكمن في قلوب الناس وبين جميع الفصائل وشرائح المجتمع. هل هذا هو سر ملاحقتكم الدائمة الآن لكل من يبدي بعض الآراء الاجتهادية، حتى أن أصبح هناك محاكمات دائمة لبعض الشخصيات التي لها بعض الاجتهادات مثل عبد الله نوري ومثل غيره ممن أبدوا بعض الآراء التي ربما أو التي اتهموا بأنهم يخالفون بها منهج الثورة؟
إنني أتصور بأن هذا القسم من الإصلاحيين ليس له معرفة دقيقة بالنسبة للمجتمع الإيراني، وهم يخطئون في تنبؤاتهم وتقييمهم للمجتمع. إن الإصلاحات يؤكد ويركز عليها الإسلام، لأن الإسلام يؤمن بمقتضيات الزمن والمكان. والإمام الخميني يطرح بأن الاجتهاد أحد أسسه الرئيسية، يرتكز على معرفة المقتضيات الزمنية والمكانية. ومن الطبيعي أننا نؤمن بالإسلام الذي هو دين الاجتهاد ودين جميع الأزمنة والأمكنة، ويجب أن تكون الإصلاحات ضمن الحركة الإسلامية. والإمام الخميني لو حللتم شخصيته وقيمتم شخصيته ترون بأن أفكاره كانت تختلف في المراحل المختلفة من تاريخ الثورة، وكانت أدبياته تختلف في المراحل المختلفة، وكانت أفكاره تساير الزمن. هذا ما يقول الإصلاحيون دكتور هاشمي، هذا ما يقول الإصلاحيون بأنكم أنتم اليمينيون قد انتهى دوركم الآن ويكفيكم 20 عاما، وأن تتركوا المجال لغيركم حتى يقوموا بعملية تجديد في هذه الثورة التي قامت قبل 21 عاما، وأن يكون هناك مجال لأن يتغير الخطاب وأن يتواكب مع مقتضيات العصر ومقتضيات الزمان في الوقت الذي أنتم لازلتم تتحدثون فيه بلغة السبعينيات وليس بلغة القرن 21. إنها من النقاط المشتركة بيننا وبين الإصلاحيين، لكننا نؤمن بحقيقة ثابتة وهي الإسلام ومبادئه وأصوله وأركانه التي لا تتغير. الأركان الإسلامية لا تتغير كما وهي كما جاء بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تتغير هذه المبادئ الرئيسية. لكنه وفقا للمجتمعات وللأزمنة والأمكنة المختلفة، وبما أن الدين يجب أن يحل مشاكل المجتمع، فإن القضايا الفوقية يمكن أن تتحول والأحكام الإسلامية يمكن أن تتحول. لكن الإصلاحيين على قسمين، قسم منهم يعتقدون بالتحول في المبادئ والأصول والأركان. إذا كان الأمر كذلك نحن لن نستطيع أن نستفيد أو نعرف الدين كهوية مستقلة. لكن الكثير من الإصلاحيين يؤمنون بأن الإمام الخميني الراحل كان يؤمن بتلفيق الدين على مقتضيات الزمان والمكان رغم أصوله وأركانه الثابتة التي جاء بها الرسول الأكرم، لكنه في الفروع وفي القضايا التي تتعلق بالحياة الاجتماعية يمكن أن يتحول الرأي الديني وأن يساير المقتضيات الزمنية والمكانية. دكتور خاتمي، دكتور هاشمي لو سمحت، دكتور هاشمي، ما هو تقييمكم للرئيس محمد خاتمي بعد أكثر من 2.5 عامين من استلامه للسلطة الآن في إيران؟ إنني أتصور بأن الرئيس خاتمي كان ناجحا في شعاراته. إنه من الشخصيات الذي حاول وبذل جهودا جبارة لأن يحقق أفكار الإمام في الحياة الاجتماعية، ويطرح بأن الإسلام دينا يمكن أن يساير الزمن. إنه بشعاراته حول التنمية السياسية والثقافية دخل الانتخابات الرئاسية، وحينما نلاحظ أعماله خلال السنتين الماضيتين نرى بأنه كان ناجحا في تحقيق شعاراته. لكنه برأيي إننا نواجه تركيبة اجتماعية مختلفة في بلدنا عن الدول الأخرى، ولذلك لا يمكننا أن نطرح نموذجا للتنمية مأخوذا من الدول الأخرى في هذا البلد. هل لهذه الأسباب أنكم طوال الفترة الماضية تعرقلون عمل حكومة الرئيس خاتمي في البرلمان وتعطلون معظم المشاريع، لا سيما المشاريع الاقتصادية التي تقدم بها من أجل نهوض المجتمع الإيراني؟
بالنسبة للقضاء الاقتصادية تقريبا أستطيع أن أقول بأن وجهات النظر مشتركة بين التيارين اليساري واليميني، وإنني مسؤولا للجنة التخطيط والبرمجة في مجلس الشورى الإسلامي. إننا متفقين في إن المحافظين والإصلاحيين متفقين في قضية فسح المجال في الأمور الاقتصادية أمام الناس، وأنني أتصور بأنه ليس هناك خلافا في القضايا الاقتصادية وأن وجهات النظر مشتركة بين التيارين. طبعا هناك بعض المنافسات الحزبية، وربما يوجه كل من الأحزاب نقدا إلى الآخر، لكن الوجهات النظر مختلفة متفقة. أنت أحد الذين طلبوا مؤخرا بإقالة عطاء الله مهاجراني وزير الثقافة الإيراني، الذي سبق وأن حاول المحافظون حجب الثقة عنه في البرلمان. لماذا هذا الصداع الكبير الذي يسببه عطاء الله مهاجراني لكم أنتم أيها اليمينيون؟ طبعا انني علي ان اوضح باننا في مجلس الشورى الاسلامي نحن في التيار المستقل، وكان هذا التيار قام بنشاط واسع في قضية الاستيضاح ولم يكن مؤيدا لذلك، وكان التيار المحافظ هو الذي قام باستيضاح وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي. طبعا هناك قلقا بالنسبة للقضايا الثقافية بين بعض الفصائل من الشعب، وحيث يطرح بأن بعض الأمور في القضايا الثقافية تهدد المبادئ الدينية، وهذا أمر صحيح، لأن برنامج التنمية إن لم يكن متناسبا مع المعتقدات الشرائح المختلفة في الاجتماع، ولم يلحظ ولم يأخذ بنظر الاعتبار القضايا المختلفة في مجتمعنا وبين الفصائل المختلفة من شعوبنا، سوف يواجه مشكلة كبيرة. وإنني أعتقد بأن الحركة الإصلاحية ستهدد أولا قبل كل شيء، ولذلك يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار الواقعيات في المجتمع. وإنني مطمئن من أن الرئيس خاتمي يهتم بهذا الموضوع. هناك البعض في الحكومة يريدون أن يفسحوا المجال أو يفتحوا الأجواء، لكن هذا يمكن أن لا يتحمل. ما هي هذه الأشياء التي تعتبرونها من الناحية الثقافية يمكن أن تكون مهددة لنظام الجمهورية، وأنت ممن طلبوا مؤخرا بإقالة مهاجراني؟ إنني أتصور بأن الوضع السائد الآن في الغرب وفي أوروبا الآن إنما هو نتيجة لعشرات من السنين من ممارسة الديمقراطية، وإن بلدنا ليس له هذه التجربة، ولا يمكن أن نتسارع لفتح جميع الأجواء، لأن الكثير من الفصائل في المجتمع لن تتحمل ذلك، ولذلك علينا أن أرجو أن توضح لنا ما هي الأشياء التي تتحدث عنها. دكتور هاشمي، أرجو أن توضح لنا تحديدا، هل تقصد الرقص؟ هل تقصد المسلسلات؟ هل تقصد الأفلام؟ ما الذي تقصده تحديدا أن المجتمع الإيراني لا يتحمله الآن؟ وقد تحمل كل شيء، وأمس كان هناك رقصات في الحملة الانتخابية واحتفالات يعني غير عادية لأول مرة أن تظهر، يعني المجتمع مستعد أن يتحمل كل شيء. نعم الأمر كذلك، إن مجتمعنا مجتمع ديني جدا، والثورة الإسلامية انتصرت على أساس الدين، والناس باتكالهم على الدين وعلى المبادئ الدينية تواجدوا في الساحات المختلفة، وخاصة في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية. إننا إذا أردنا أن نهاجم هذه المعتقدات في أي
متدين من المجالات في مجال الصحافة أو الأفلام السينمائية وسائر الساحات الأخرى. إنه من المتيقن أن كثيرا من الفصائل في المجتمع الذين يؤمنون بالدين ويعتقدون بالمعتقدات الدينية لن يتحملوا ذلك. يعني أنت تعتقد الآن أن الإصلاحيين يخربون دين الناس في إيران بما يقومون به، لا سيما وزارة الثقافة والإرشاد؟ الإصلاحيون كما قلت مجموعة كبيرة، تيار واسع. قسم من الإصلاحيين يؤمنون بما أقوله، لكن هناك قسم قليل من الإصلاحيين لا يؤمنون بموضوعية الدين وحضوره في الساحات المختلفة الاجتماعية والسياسية، ويؤمنون. هل تعتبر مهاجراني أحد هؤلاء؟ العلمانية. هل تعتبر مهاجراني أحد هؤلاء؟ إنني لا أتصور بأن السيد مهاجراني من هؤلاء، لكنه. إذن لماذا طلبت باستقالته قبل أيام؟ إنني لم أكن في الاعتصام الذي حصل في قم، لكن الذين كانوا قد اعتصموا في قم كان اعتصامهم بسبب الإهانة، الإساءة التي تمت في أحد الجرائد بالنسبة لأحد العلماء، علماء الدين الكبار. ألم تطالب صحيفتك أيضا باستقالة مهاجراني مع الذين طلبوا باستقالته؟ لا، إن جريدتنا أدانت هذا الموضوع بشدة، لأن الناس والرأي العام وعواطف الشعب كانت قد تهيجت من جراء الإساءة بالنسبة لعلماء الدين. لكننا لا نريد الإساءة إلى الحكومة وإلى السياسات التي الثقافية التي يطرحها السيد مهاجران. هل تعتقد دكتور هاشم، هل تعتقد أن رجال الدين في إيران لا زال لهم دور في صناعة الحياة السياسية، أم يجب عليهم أن يتراجعوا إلى الحوزات العلمية ويتركوا المجال لرجال السياسة ليديروا شؤون الدولة؟ إن أحد رجال الدين يترأس الحكومة، إن رئيس الجمهورية أحد تلامذة الحوزة الدينية، وأن الكثير من الفصائل في المجتمع يتفقون مع علماء الدين، ولكننا وإننا لا نستطيع أن نقول بأن الأجهزة المختلفة في الحكومة لا تتأثر من علماء الدين، لكنه هناك اختلاف في وجهات النظر بين علماء الدين كسائر العلماء والمثقفين. إنني طبيب، وربما أختلف مع الأطباء الآخرين في تشخيص بعض الأمراض لدى المرضى، ويمكن أن يكون لطبيبين مختلفين وجهتي نظر في، وهذا الموضوع أيضا موجود في القضايا الدينية. هناك مراجع وعلماء دين مختلفين لهم وجهات نظر مختلفة في القضايا الاجتماعية والفردية، ولذلك إن اختلاف النظر أمر طبيعي، لكن البعض متطرفين في هذا المجال. وإنني أعتقد بأن الجمهورية الإسلامية تهدد من قبل من جهتين. الجهة الأولى أولئك الذين يؤمنون بحذف الدين من المجتمع كأوروبا، وأن يكون الدين في هامش المجتمع، وأن تتأسس الحكومة على أساس علماني. والقسم الآخر هو قسم من المحافظين الذين يطرحون صورة عنيفة للدين. كلا الفصيلين أعتقد بأنهم يسيرون. لكن هذين الفصيلين هما الفصيلين الغالبين واللذين يحددان مسار السياسة في إيران، أما تتفق معي في ذلك؟ التيار المتطرف في اليمين والتيار المتطرف في اليسار هما لهما النفوذ الأساسي الآن في إيران. إنني أعتقد أن هناك جناح الوسط الذي يشمل قسما من المحافظين وقسما من الإصلاحيين في آن واحد، أي أولئك
الذين يؤيدون الرئيس خاتمي. إنهم أنت تؤيد خاتمي؟ يفكرون بتعقل ويعرفون المجتمع بشكل دقيق. إنني في السنتين الماضيتين في المجلس كنت أترأس التيار المستقل في المجلس، وكنا دائما نؤيد الرئيس خاتمي. ما هو بصفتك أحد المقربين من المرشد آية الله علي خامنئي، ما هو موقف المرشد من الانتخابات البرلمانية الحالية؟ إنني أتصور بأن أقرب الأشخاص إلى سماحة القائد هو الرئيس خاتمي، لأننا نرى أن هناك علاقة وثيقة وقريبة جدا بين سماحة القائد والسيد رئيس الجمهورية، وإننا نرى تأييدا واسعا وشاملا من قبل القائد. أرجو يا سيدي ألا تتهرب من سؤالي. أنت أيضا من المقربين من المرشد، والجميع عندكم في طهران يعرفون ذلك، فأرجو أن تجيب على سؤالي بوضوح. أنا لا أسألك من المقرب، ولكن أقول لك أنت مقرب من المرشد، ما هو موقف المرشد من الانتخابات البرلمانية؟ إنني أعتز بأنني كنت منذ فترة دراستي في الجامعة حيث كان هو في المنفى في زمن الحكم البائد، كنت من المؤمنين بسماحة القائد. إنه تحدث اليوم حول الانتخابات، وكان واضحا من كلامه بأن نظريات سماحة القائد تدخل في هذا الإطار، إن المجتمع يجب أن يحافظ على أصالته الدينية، لكن يجب أن يكون النواب في المجلس نواب قادرون على حل المشاكل في المجتمع. وبالنسبة للقضايا السياسية والاجتماعية، إن رأي سماحة القائد لا يميل إلى أحد التيارات، إنه يرتئي ويعتقد بأن كل من له الصلاحية وكل المتدينين والمعتقدين يمكن أن يدخلوا المجلس. هذا هو رأي سماحة القائد، وإنه يعتقد بأن جميع التيارات السياسية في داخل النظام الإسلامي يجب أن يستفاد منهم، يستفاد من جميع الفصائل. إنه ينظر إلى كلا الفصيلين بنظرة واحدة. دكتور اسمح لي أخذ بعض المداخلات وأكمل معك أيضا النقاش. معتز إبراهيم من القاهرة، تفضل يا معتز. أنا سؤالي حضرتك عن الديمقراطية في إيران. الثورة بتاعت إيران قامت علشان تدي الحكم للشعب، ولكن الواضح دلوقتي ان في تناقض، لانه كل المرشحين للرئاسه او للمناصب الحكوميه لازم يتعهدوا بان هم يكونوا معادين لامريكا وملتزمين بتعليمات الخميني. معنى كده ان في فرض راي مسبق عليهم، وده يتعارض مع الديمقراطيه بابسط مفاهيمها. يعني ده السؤال الثاني، هل الخميني يعتبر نبي بحيث ان تعاليمه لا ناقد لها ولا معارضة لها على مدى الزمن؟ وده سؤال. شكرا لك يا معتز. دكتور هاشمي تفضل بالإجابة، وأرجو أن تكون السؤالين واضحين بالنسبة إليك. كما قال أخونا، إن الثورة الإسلامية انتصرت عبر الشعب وتواجدهم في جميع الساحات، وكانت ترتكز إلى آراء الناس خلال العقدين المنصرمين، وجميع المؤسسات في الدولة ترتكز إلى آراء الناس. إن الناس متواجدين في جميع الساحات، وهذا هو الاختلاف الموجود بيننا وبين الدول الأخرى التي ترتكز على الديمقراطية. لكن العقلانية التي ترتكز عليها الحكومة هي العقلانية الدينية وليست العقلانية الليبرالية. إن العقلانية الليبرالية هي الأساس في كثير من الدول الغربية والأوروبية، لكنه في بلدنا إننا نرتكز على العقلانية الإسلامية، وحكومتنا ترتكز على هذا الأساس. دكتور لكن اسمح لي، دكتور هاشم اسمح لي، هل الحقيقة أن كل مرشح يجب أن يوقع على إقرار بعدائه للولايات المتحدة والتزامه بمبادئ الإمام الخميني؟
نعم بتشينج لا ليس كذلك على اساس القانون وفقا للقانون وما اقر في المجلس ان اي مرشح يجب ان يؤمن بالدستور الدستور ينص على مقارعة الظلم لكنه لم ينص على شيء كأمريكا أو شيء آخر ولا يقول بأن النائب أو أي مرشح يجب أن يتعهد بأنه معارض لأمريكا سؤال معتز الثاني هل تنزلون الإمام الخميني منزلة الأنبياء وهل تعتبرونه نبيا وكل ما يقوله لا ينقض ليس كذلك أبدا إننا نعتقد بأن الإمام الخميني الراحل وأي شخصية أخرى هم من الناس يمكن أن يخطئوا وإن الإمام الخميني كان يعتقد بذلك وإن كل الشخصيات في الجمهورية الإسلامية ينتقدون حاليا على جميع المستويات إن القائد حينما يذهب إلى الجامعات ويتحدث مع طلاب الجامعة توجه له انتقادات كذلك رئيس الجمهورية وجهت له انتقادات في مجالات مختلفة وجميع المسؤولين نحن لا نعتقد بهذا أبدا هذه ذهنية خاطئة يروج لها أعداؤنا أحمد حسين عوض من سوريا تفضل يا أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخي لو سمحت بدي أسأل السيد هاشمي تفضل. يعني هناك فرق كبير بين موقف حكومة إيران خلال الفترة أحمد انقطع الخط معك يبدو أنه كذلك دكتور أحمد بهنسي من السعودية نأسف لذلك الله وبركاته أحييك أخ أحمد حياك الله دكتور كلها شكلا وموضوعا شكرا وأسأل الشيخ أسئلة محددة لو سمحت لي أنا من أول البرنامج بأتابع لأن عندي نهم لمعرفة فعلا ما هي أيديولوجية إيران الإسلامية أو السياسية وكما حضرتك وجهت له فعلا أغلب الأسئلة الإجابات عامة ولم يتضح لي فأنا أطلب منه ما الفرق فعلا بين الإصلاحيين والمحافظين خاصة وأنه قال أنهم جميعا يتفقوا بناء على تعريفه للإصلاح وللمحافظة يتفقوا جميعا على ما قال يتفقوا في كل الأشياء تقريبا لم أجد اختلاف فعلا عقائدي أو فكري بينهما هذه أول شيء يلي أي أيديولوجية تتبع إيران كمثل سياسي هل هي مثلا فترة أو حقبة حكم سيدنا علي أم هي حكم الفاطميين في مصر ما هو مثلهم وهم أيديولوجيتهم هي معروفة تختلف عن أيديولوجيات الإسلامية الأخرى فما هو مثلهم الأيديولوجي الديني والسياسي آخر شيء العقلانية الإسلامية لا إكراه في الدين هذه من العقلانيات الإسلامية وتبيح الحرية والرأي والرأي الآخر والمناقشة والمقارعة بالحجة فهل هذا متاح في إيران وكيف يكون متاح وهو ينادي هو شخصيا بإقالة من يقول الرأي الآخر وجزاكم الله خيرا شكرا يا دكتور شكرا أخ أحمد على هذه البرامج الطيب شكرا يا دكتور دكتور هاشمي أرجو أن تكون الأسئلة واضحة وأن تكون الإجابات مختصرة لدي مشاهدين كثيرين في الانتظار ما الفرق بإيجاز وفي كلمات محدودة وقد تحدثت أنت كثيرا لكن أرجو أن تجمله لها الدكتور أحمد بهنسي ولغيره من المشاهدين الفرق الدقيق وباختصار بين الإصلاحيين والمحافظين نعم إنني قلت بأن هناك مبادئ مشتركة بين الإصلاحيين والمحافظين لا يمكن أن نغض النظر عنها لكن هناك اختلاف في بعض الميول وخاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة المجتمع تطرح بعض القوانين في المجلس حول إدارة القضايا المختلفة وهناك اختلاف في وجهات النظر بين الإصلاحيين والمحافظين لكن النقطة البارزة والمهمة هي أننا في إيران يرتكز كل شيء على آراء الناس وليس هناك فرض على الناس في اتجاه معين منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن راجعنا إلى آراء الناس في كل شيء وإن الإيديولوجية التي يرتكز عليها نظام الجمهورية الإسلامية كان على أساس آراء الناس إننا حتى في اختيار نوع الحكم والنظام راجعنا آراء الناس في جميع الأمور في المجالس وفي الرئاسة
إن الشعب هو الذي يقرر، لكنه في إدارة الحكم هناك اختلاف في وجهات النظر. وقلت بأن ما يطرح حول الإصلاحيين والمحافظين خارج بلادنا يجب أن نفهم بأنه يختلف عما هو موجود حاليا في بلادنا. إن أشكرك دكتور، أشكرك وقد أفضنا في هذا الأمر، لكن السؤال محدد أيضا من مشاهدنا الدكتور أحمد بهنس، يقول لك أي أيديولوجية سياسية تتبعونها؟ هل نظام الدولة الفاطمية، نظام الخلافة الإسلامية، أم أن لديكم نظام سياسي مستقل الآن أنتم في إيران تتبعونه؟ ما هو النظام الأيديولوجي السياسي الذي تسير عليه الجمهورية الإسلامية في إيران؟ إن الشعب الإيراني يؤمن بالمذهب الجعفري بأغلبه، لكن نوع الحكومة نختاره على أساس آراء جميع أفراد الشعب، وهناك بعض النواب من الأديان الأخرى وحتى المذاهب المختلفة وإن كانوا من الأقليات كالمسيحيين واليهود والزردشت، وأيضا سائر المذاهب، المذهب السني في إيران، ويمكن لهم أن يختاروا نوابهم، وهناك بعض النواب من هذا من هذه الأديان والمذاهب. ميلود رقيق من فرنسا يسألك، يقول لك ماذا سيكون رد التيار المحافظ حال فوز التيار الإصلاحي بالأغلبية في البرلمان؟ هل يمكن أن تصل الأمور إلى حد رد فعل عنيف وصراع مسلح أو أهلي داخل إيران؟ يجب أن نترقب حتى نرى النتائج، لكننا نعتقد بأن المحافظين الكثير منهم من العقلاء ولن يكون شيء من هذا. هناك البعض من المتطرفين لكن أغلبيتهم يفكرون بتعقل، وأنني أتصور بأن المجلس القادم لن يكون للإصلاحيين، إنه سوف تكون الأغلبية لمؤيدي أفكار السيد خاتمي من الإصلاحيين ومن المحافظين ومن القوى المستقلة ومن أولئك الذين يؤيدون السيد خاتمي. نصر الدين عبد الله من سوريا، تفضل يا نصر. عليكم. عليكم السلام. مداخلة إذا تكرمت. بإيجاز لو سمحت، تفضل. حياك الله. إن نظام الحكم في إيران هو حاله حال الأنظمة القائمة في العالم العربي ومنه الإسلامي، فهو أنظمة كفر وجب استئصالها واستبدالها بالنظام الإسلامي. يا نصر، يعني إحنا مش فتحين البرنامج للغوغائية، هل لديك مداخلة بالنسبة للبرنامج؟ البرنامج مفتوح لكي يدخل المشاهد باحترام شديد ويختلف بلا حدود مع الضيف، لا أن يشوه الناس ولا أن يتحدث بهذه الطريقة غير المسؤولة. أن تكون نزيها يا سيد أحمد وأن تسمع للآخر، الأصل أن تكون نزيها واتق الله فيما تقول. أشكرك يا سيدي، أشكرك، أنا أتحت لك المجال لتتحدث بموضوعية، لا أن تتشاتم مع الناس وتخرج عن نطاق الأدب في الحوار. عامر أحمد من ألمانيا. مرحبا دكتور أحمد. حياك الله يا سيدي. شكرا على قناة الجزيرة، وفي الواقع هي منبر حر للجميع. شكرا لك، تفضل. أحب أسأل الشيخ هاشمي، إذا كان أحد مبادئ الثورة الإسلامية هي الحرية، فلماذا لا تعطون الحرية لبقية الأحزاب غير المذهبية التي هي شاركت في الثورة في إسقاط الشاه؟ من تقصد تحديدا يا أخ عامر؟ مثل الجبهة الوطنية، جماعة الدكتور مصدق، مثل جماعة بازرقان، وشكرا. شكرا لك. ما ردك يا دكتور هاشمي؟ إنني أتصور بأن ما يطرحه الأخ، إن السيد بازرقان رئيس حركة تحرير إيران كان أكثر من سنة رئيسا للوزراء في إيران في بداية انتصار الثورة الإسلامية،
وقد اختلف في فترة من الثورة، وطبعا لم يتحرك برأي مع الحركة العامة للناس، وهذا الأمر يعود إليهم. إنهم لو عادوا إلى القانون ولو راجعوا لجنة الأحزاب في وزارة الداخلية وطلبوا أن يقوموا بنشاطهم وفقا للقانون، سوف تدرس هذه القضية ويعطى الترخيص لفعاليتهم ونشاطاتهم. إن أي نظام يرتكز على الديمقراطية لا يسمح لأي فصيل وتيار بأن يقوم بنشاطاته. حتى في الدول الغربية ترون بأن بعض الفصائل والأحزاب لا يمكن أن تنشط، لا يمكن لأي شخص في أمريكا مثلا أن يرشح نفسه للرئاسة، أو في فرنسا التي تعتبر مهد الديمقراطية لا يمكن لمسلم أن يدخل المدرسة بحجابه، لمسلمة أن تدخل المدرسة بحجابها الشرعية. هناك تعريف للديمقراطية، هناك حدود يضعها حتى الدول الديمقراطية في الغرب، ويلحظ فيها الكثير من الأمور. وفي حكومتنا أيضا من الطبيعي أننا نلحظ المصالح الوطنية ومصالح الشعب. إن الجميع أحرار للقيام بنشاطاتهم السياسية وفقا للقانون. يجب أن يراجعوا الجهات المختصة وفقا للقوانين التي أيدها الشعب وأيدها المجلس المنتخب من الشعب. ليس هناك تباينا بين الديمقراطية وبين ما يجري في إيران. أحمد البكر من الدنمارك، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتور طه الهاشمي، ما هو موقفكم من إعادة جزر الإمارات العربية 3؟ وما هو موقفكم من إعادة الأسرى العراقيين والطائرات العراقية؟ وما هو موقفكم من الأكراد في إيران؟ وشكرا جزيلا. كل هؤلاء، تفضل يا دكتور. ترتيبا، موقفكم من الجزر أو أزمة الجزر الإيرانية التي تقف عائقا بين إيران وبين إصلاح علاقاتها مع جيرانها الخليجيين، لا سيما دولة الإمارات العربية. إن قضية الجزر تعود إلى السياسة، المسؤولين في السياسة الخارجية. إنني كنائب في مجلس الشورى الإسلامي أعتقد بأن علينا أن نقيم أفضل العلاقات مع إخوتنا وجاراتنا، وأن لا تكون هناك ذريعة لمن يريد أن يتدخل في شؤون منطقتنا ويستغل التنازع والتنافس بين دول المنطقة، وعلينا أن نحول دون ذلك. إنني أتصور بأن الحل المنطقي هو الحوار بين الطرفين على أساس المواثيق الموجودة والاتفاقيات الموجودة. وهناك أجواء جيدة رأيناها في الفترة الأخيرة. إن نظام العراق لو كان يأتي ويفاوض الجمهورية الإسلامية لم نكن نتكبد نحن والعراق والعالم الإسلامي كل هذه الخسائر من جراء الحرب المفروضة علينا. إننا نعتقد بأن ليس هناك مشكلة مع إخوتنا في الإمارات، إننا يجب أن نلتزم المنطق. هناك الدلائل والأسباب ويجب أن نتحدث حولها، وهناك اتفاقيات معترف بها ويمكن أن نصل إلى تفاهم في هذا المجال. بالنسبة للطائرات، إن علينا أن نلتزم بالمواثيق الدولية والقرارات الدولية، وهذا يعود إلى المسؤولين في السياسة الخارجية وفي وزارة الخارجية وفي القطاع العسكري. إن العراق عليه أن يعوض عن الخسائر، عن مليارات من الخسائر التي حملها إيانا في يعني الطائرات لن تعود للعراق باختصار للقرارات الدولية. باختصار، لن تعيدوا الطائرات إلى العراق بل تطالبونه بدفع المزيد. إن ليس لي معلومات كافية عن وجود الطائرات. كيف ليس لك يا سيدي؟ يا سيدي كيف ليس لك وأنت عضو مجلس رئاسة طوال السنوات الماضية في البرلمان ومقرب من المرشد الأعلى للثورة، ولست رجل دين وإنما أنت رجل سياسي وطبيب ولك دور أساسي. أرجو ألا تتهرب من الأسئلة، أجبنا لو سمحت بوضوح.
همين هو بقوة خود محفوظ. أما كل هذه الأمور صحيحة، لكن هناك قضايا تتعلق بالأمن القومي ويجب أن يجيب علي، وهي من أنا يجب أن أخذ أو أراعي هذه الأمور. إن علينا أولا أن ننفذ القرارات الدولية، خاصة قرار 598 الذي صادق عليه مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وإن كان هناك شيء في إيران يجب أن تحل هذه الأمور بعد تنفيذ القرار. حسين عوض من سوريا، تفضل يا حسين. هناك نقطة أخرى حول الأسرى العراقيين. بالنسبة للأكراد، نعم تفضل. إننا خلال الحرب خلال الحرب تعداد زيادي أسر الكثير من قوات الطرفين، وهناك دلائل تدل على مأخوذة من الصليب الأحمر العالمي، وأيضا دلائل أخرى تدل على أن هناك عدد من الأسرى الإيرانيين يقيمون في العراق لحد الآن. إننا نأمل أن تحل هذه المشاكل عبر التفاهم والتفاوض، وقد حققنا وقطعنا أشواطا جيدة في هذا المجال، وأأمل بأن تنتهي قضية تبادل الأسرى. لكن الجمهورية الإسلامية في فترات مختلفة وفي كل سنة أطلقت سراح الكثير من الأسرى من جانب واحد، لكن الأساس هو التبادل بين الأسرى بين الطرفين. حسين عوض من سوريا، تفضل يا حسين. السلام عليكم أخي. عليكم السلام. لا، أريد أن أسأل الأخ هاشمي، يعني هناك فرق في تعامل الحكومة الإيرانية بين نظامين عربيين يحكمان بموجب حزب البعث العربي الاشتراكي، وهما النظام في العراق وفي سوريا. فمن جهة يعتبرون النظام في العراق كافر وخارج وملحد، بينما هم يعني في علاقة ودية وحميمة مع سوريا. هل السبب في ذلك لكون ان يعني هناك طائفه في الحكم في سوريا قريبه من مذهبهم؟ واذا كان يعني هذا هو السبب، خلينا نسمع هل هذا هو السبب ام لا الاول يا اخ احمد حسين. تفضل يا دكتور هاشمي. ليس كذلك، إننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول المختلفة، لكل شعب ولكل دولة أيديولوجيته واتجاهه السياسي. إن صداقتنا مع سوريا واختلافنا مع العراق يعود إلى ما تكبدناه خلال 8 سنين من الحرب التي فرضها النظام العراقي علينا، وقد استشهد في هذه الحرب الآلاف من شباننا، و توجهت خسائر كبيرة إلى اقتصادنا، وقد وجهت تحملت مدننا والشعب. يعني هل هذا يدفعكم إلى أن تتصفوا النظام العراقي بأنه نظام كافر، فيما الأنظمة الأخرى أو فيما النظام البعثي الآخر ليس كافرا؟ يعني هل الخسائر التي تكبدتموها هي التي دفعتكم إلى تكفير نظام البعث في العراق؟ ببینید من فکر میکنم که این ناظر به این لفظ کافر ناظر به مبانی اعتقادی اونها نبوده. هذا الخطاب لا يعود الى المبادئ العقائديه للطرفين، لان اخوتنا في العراق من المسلمين، لكن البعض من القاده في العراق حملوا اخوتهم المسلمين هذه الخسائر الكبيرة، وإن قسم كبير من الاستكبار العالمي ومن جبهة الكفر العالمي أيدت العراق في هذا المجال، وذلك محاولة منهم لهزيمة ثورتنا الإسلامية. إن الخطاب المستخدم خلال الحرب أسبابه تعود إلى هذا المجال. إننا لا نتدخل في قضايا حزب البعث لا في سوريا ولا في العراق، وهذا يعود إلى شؤونهم الداخلية ولا نتدخل فيها. حسن سرحان من ألمانيا، تفضل يا أخ حسن. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. ألو، تفضل أنت على الهواء، اسأل. قطع الخط مع حسن. ما هو موقفكم سيدي، ما هو موقفكم من التواجد الأمريكي في الخليج؟
بيقولهم كي همين اختلافات جزئية. إن هذه الخلافات الجزئية الموجودة بيننا وبين دول منطقة الخليج الفارسي أوجدت هذه الذريعة والحجة للأمريكيين لأن يتواجدوا في منطقة الخليج الفارسي وأن يستفيدوا من إمكانيات وأموال شعوب المنطقة لتدخلهم في هذه المنطقة وتحكمهم على شعوب المنطقة. إننا نطلب من دول الخليج الفارسي، وقد قدم هذا الاقتراح سماحة الشيخ هاشمي رفسنجاني الرئيس السابق، بتشكيل اتحاد من جميع دول منطقة الخليج الفارسي وأن يكون هناك تعاونا بين جميع دول منطقة الخليج الفارسي، وعلينا أن نزيل هذه الذرائع لتدخل القوى الأجنبية في منطقة الخليج الفارسي حتى نعيش جميعا بصداقة وأخوة ومحبة. إن تواجد الأمريكيين قبل أن يساعد على إقرار السلام والصلح سوف يؤدي إلى التوتر في هذه المنطقة، إن هذا هو الحل الذي يجب أن نفكر فيه في المستقبل. هل لازلتم تعتبرون الولايات المتحدة هي الشيطان الأكبر؟ للأسف إن الأمريكيين رغم ما يقولونه بأنهم يريدون إقامة علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية، لكنهم لم يخطوا أي خطوة باتجاه تحسين هذه العلاقات. إنهم في هم يحبون الإصلاحيين، لا يحبون المحافظين، لا يحبون اليمينيين، يحبون التيار اليساري، وهناك تشجيع تقوده الإدارة الأمريكية وعلى رأسها أولبرايت لكي يفوز الإصلاحيون في الانتخابات ويعني يتقلص وضع المحافظين، ومن ثم يمكن للولايات المتحدة أن تعيد النظر في سياستها تجاه إيران. ربما قسم من الإصلاحيين يبرز استعداده لإقامة علاقات من دون شرط مع أمريكا، لكن الأهم من ذلك هو أن الكثير من الفصائل السياسية وخاصة الشعب الإيراني والذي ينسى في هذه المعادلات والموازين لا يؤمن بإقامة هذه العلاقات بسبب المظالم التي تحمل هذا الشعب خلال العقود الخمسة الأخيرة من جراء ما قامت به أمريكا في إيران. إن أمريكا لو تريد أن تقيم العلاقات الجيدة مع إيران يجب أن تخطو خطوات إيجابية في هذا المجال، ولا يمكن أن تقوم بحجز أموالنا المليارات من أموالنا وأرصدتنا في البنوك العالمية وتستمر في المحاصرة المقاطعة الاقتصادية لبلادنا في مجال التكنولوجيا وفي مجال الصناعة. ستفتح لكم الأبواب يا سيدي، ستفتح لكم الأبواب، بس عليكم يعني أن تدوروا في إطار السياسة الأمريكية، وكل الأبواب المغلقة ستفتح لكم، عليكم أن تلينوا رؤوسكم قليلا. الولايات المتحدة سوف تفتح لكم الأبواب إذا تجاوبتم مع سياساتها. ماذا سيكون الثمن؟ إن ماذا سيكون الثمن إذا أرادت أمريكا أن تفتح أبوابها بالنسبة للجمهورية الإسلامية؟ الثمن هو أن نعود إلى الحكم البائد في زمن الشاه. إنكم لو لاحظتم مذكرات آخر سفير أمريكي في إيران في زمن الشاه ترون بأن الشاه بأنه يقول أن الشاه كان ينسق في كل الأمور مع الإدارة الأمريكية. إننا لن نقبل بذلك أبدا، وإن حكومتنا لا تقبل بأن نكون بأن نتبع الإدارة والإرادة الأمريكية. إنني أعتقد بأنه ليس هناك خلافا جادا بين أمريكا وإنجلترا وسائر الدول العظمى. معنى ذلك أن المحافظين سيظلون يقفون حجر عثرة أمام الإصلاحيين ومحاولاتهم لإعادة العلاقات الإيرانية الأمريكية إلى مستوى العلاقات الطبيعية. من هم الإصلاحيون؟ الإصلاحيون الذين يريدون أن يقيموا العلاقات مع أمريكا من دون شرط. إنني لا أتحدث عن هؤلاء لأنهم قسم قليل جدا من الإصلاحيين، لكن القسم الأكبر من الإصلاحيين وقسم من المحافظين يبرزون حساسية كبيرة بالنسبة للجرائم الأمريكية التي تحملها شعبنا خلال العقود الخمسة الأخيرة، وهذا ما يتفق عليه المحافظين والإصلاحيين المبدئيين.
مبدئيين وليس لهم استعداد لأن يخطوا خطوات باتجاه إيجاد العلاقات مع أمريكا قبل أن تصحح الإدارة الأمريكية. ولو قام بيل كلينتون أو ألبرايت بإلقاء بعض الأحاديث والأقوال في هذا المجال يجب أن يعوضوا عن الخسائر وأن يفسحوا المجال أمام أرصدتنا. المليارات من أموالنا في محجوزة في البنوك الأمريكية يجب أن يقوموا بهذه الخطوات حتى نستطيع أن نفكر في إقامة العلاقات، وإلا إننا لن نجلس على طاولة المفاوضات من موقع الاحتقار. إن شعبنا قاوم كل هذه الضغوط بعز وبفخر خلال العقدين الأخيرين ولن يسمح أن للأمريكيين وعلى الأمريكيين أن يعتذروا لدى الشعب الإيراني. يعني معنى ذلك أن الولايات المتحدة ستظل هي الشيطان الأكبر بالنسبة إليكم. أمير جابر من هولندا، تفضل يا أمير. فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لي مداخلة قصيرة وسؤال سمحت. بإيجاز لو سمحت. إن شاء الله. ممكن أن تخفض صوت التلفزيون عندك وتسأل. تفضل. تفضل مباشرة يا سيد. السؤال هو أنه ألا يتفق معي سماحة السيد بأن هذا الصراع أو ما نراه نحن في الغرب بين الجناح الإصلاحي والجناح المتشدد كما يسمونه ألا يخدم أمريكا، علما بأن أمريكا تعتبر سواء كان طرف من أي زاوية يخدم أمريكا يا أمير؟ من أي زاوية؟ لأن الهدف هو إثارة نوع من الصراع بين طرفين، كما قال رئيس الحرس الثوري في أحد مقالاته كان الكل متجه نحو أمريكا، ولكن كل الطاقات متجهة نحو أمريكا، لكن استطاعت أمريكا أن تحول جزءا من الطاقة الإيرانية نحو الداخل. هذا أولا. ثانيا، طبعا كما تعلم أن الغرب يعتبر كل الطرفين مصنفهم بصنف واحد، لكن هو يريد أن يستهلك الثورة الإسلامية بصراعات داخلية حتى يستطيع. يكاد يكون سؤالك واحدا. اسمح لي، سؤالك واضح للغاية. مصطفى أميري من الكويت، تفضل يا أخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعرض تبريك بمناسبة 21 سالگرد انقلاب إسلامي. ممكن أن تكلمنا جناب آقای هاشمی؟ من میخواستم فقط یه مداخله کوچولویی داشته باشم در رابطه با صحبتی که فرمودید. باسم شريعة مدار، أرجو أن تترجم إلى العربية لو سمحت. نعم، لكنني لا أسمع صوت المتحدث باللغة الفارسية. مصطفى أميري، أرجو أن تتكلم بالعربية لأن الدائرة معقدة بيننا وبين السيد الدكتور هاشمي وبيننا وبين مترجم اللغة العربية. إذا كنت تستطيع أن تتكلم بالعربية أرجو أن تتحدث بالعربية، مشكورا. يبارك عليكم مصطفى. يبارك عليكم. 21 سنة بعد الثورة الإسلامية في إيران. وسؤالك يا مصطفى، سؤالك بعد التبريكات، سؤالك أبي منكم دكتور هاشم يوضح لنا. أنت قلت لنا يساريين يبون تفرقة بين الدين والسياسة. نعم. وإحنا معتقدين حقيقة هم ما يبون تفرقة الدين والسياسة، وهم يبون ما يبون دين ويبون سياسة بروحها في إيران. وللأسف أنا ما أقدر أتكلم عربي بصورة واضحة. يعني أنت مفهوم، أنت ممتاز، فهمنا السؤال. دكتور خاتمي، آمل أن تكون قد فهمت السؤال مثلي وأنا فهمته بالعربية التي تنطق بلهجة أعجمية، وأرجو أن يكون المترجم قد نقل لك بشكل أساسي. تفضل يا سيدي. السؤال الأول، ألا تتفق الذي سأله أمير جابر من هولندا، ألا تتفق معه في أن الصراع بين الإصلاحيين وبين المحافظين يخدم الولايات المتحدة بالدرجة الأولى؟ الصوت منطلق. إنني أوافق على أن التطرف. ألو. منم موافقم. إنني أوافق الأخ المتحدث على. دكتور نسمعك، تفضل نسمع الإجابة، تفضل. من الطبيعي إن التطرف داخل بلدنا
وفي كلا الفصلين ربما تؤدي إلى أن ينتفع من هذا التطرف الجهات الأجنبية. إن علينا أن نواجه قضية إقامة العلاقات مع أمريكا بحزم. إن الإدارة الأمريكية تواجه مشكلة بالنسبة للرأي العالمي حاليا، لأن ليس لأن المنطق لا يقبل بالرأي الأمريكي في مجال العلاقات مع إيران، لأن موقفنا شفاف وواضح جدا. ولذلك يمكن أن تستغل بعض المواقف في الداخل، ونحن ننصح دائما الفصائل السياسية الموجودة في الداخل بعدم التزامهم جانب التطرف وعدم خروجهم عن دائرة المنطق، وأن يتفقوا على المبادئ المشتركة وأن ينسقوا في ذلك، حتى يمكن أن نواجه الإدارة الأمريكية والقوى الأجنبية بمنطق أقوى. يجب أن أشير أيضا إلى يمكن أن نقول بأن قسم من الفصائل السياسية يعتقد بإقامة العلاقات مع الإدارة الأمريكية من دون شرط، لكن أغلبية الفصائل السياسية وخاصة الإصلاحيين واليسار لا يؤمن بذلك، لأن الجميع يعتقدون بمراجعة آراء الشعب، وإنكم لو راجعتم آراء الشعب في فصائله وشرائحه المختلفة سوف تعتقدون بأنه لا يمكن إقامة العلاقات مع أمريكا قبل أن تعوض أمريكا عن الخسائر التي كبدتها خلال العقود الأخيرة. وعلينا أن نزيل هذا الجدار، جدار عدم الثقة بين الطرفين، ويجب أن تقوم أمريكا بمبادرة جادة وإيجابية في هذا، وقبل ذلك لن يقبل الشعب بإقامة العلاقات مع أمريكا. دكتور هاشمي، ما هو القاسم المشترك بين المحافظين وبين الإصلاحيين فيما يتعلق بدعم الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني؟ إن الرئيس هاشمي رفسنجاني هو من أحد الشخصيات المهمة في الثورة الإسلامية، وقد كان ناشيطا قبل انتصار الثورة، وكان من قادة هذه الثورة، وكان له دورا هاما في تأسيس هذه الثورة وفي انتصارها. وبعد انتصار الثورة كان ذا أثر في كثير من الأمور حينما كان رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي، في نفس الوقت في الحزب الجمهوري الإسلامي كان شخصية معتدلة. وكما قلت في بداية حديثي، كان هناك تياران في الحزب الجمهوري الإسلامي، التيار اليساري والتيار اليميني، وكان الرئيس هاشمي رفسنجاني في الوسط، وكان يلتزم خط الاعتدال ويريد أن يلفق بين الطرفين على أساس مشتركاتهم. إنه لكن هل تعتقد بأن رفسنجاني سيكون هو رئيس البرلمان القادم؟ إن هذا الأمر يعود إلى اختيار النواب، ولا يمكن أن نتنبأ مسبقا، لكنه من الطبيعي إن شخصية متزنة كشخصية الرئيس هاشمي وبمكانته المرموقة، حينما تكون هذه الشخصية في المجلس، إن الكثير من الإصلاحيين والكثير من المحافظين وأيضا شخصيات الوسط سوف يرشحونه للرئاسة. هل هناك شخصيات أخرى تتوقع أن تنافس رفسنجاني على رئاسة البرلمان؟ لا أستبعد ذلك، لأن مجلس الشورى الإسلامي يدار على أساس ديمقراطي. من هي هذه الشخصيات يا سيدي؟ البعض أنفسهم. من هؤلاء المرشحون لمنافسة رفسنجاني على رئاسة البرلمان؟ لم تنجز الانتخابات لحد الآن، ولا نعلم من سينتخب، لكن أشخاص كسماحة الشيخ كروبي ربما يكون من المرشحين لرئاسة المجلس. طبعا هناك بعض الأشخاص من الشباب في عالم السياسة، مثل من؟
وسوسه بشه مثل آقای دکتر خاتمی رضا ربما از دوستان ما و در دوران تحصیل یطرحون لاستلام مناصب في المجلس مثل من يا سيدي مثل من خاتمي مثل وهو من اصدقائنا مثل آقای دکتر رضا خاتمی الدكتور رضا خاتمی دوستان ماست و در دوران تحصیل ما با هم همکلاس هو من اصدقائنا و كنا زملاء في الدراسه الجامعيه في كليه الطب ما هو مصير علي اكبر ناطق نوري رئيس البرلمان الحالي در داخل كشور ما كارهاي بسيار هناك الكثير من المناصب والاعمال في بلدنا يمكن ان يقوم بها امثال الشيخ ناطق نوري مشغول بشان جناب اي ناطق سماحه الشيخ ناطق نوري من الشخصيات بهرحال در حوزه‌های علمي و دانشگاهي الذي كان له دور في الحوزات وقد تتلمذ في الحوزات الدينيه وفي الجامعات العصريه الصحيح انه سيعين مكان رفسنجاني رئيسا لمجلس تشخيص النظام بعيد مدونام انني استبعد ذلك اذا ما هو الموقع الذي تتوقع ان يذهب اليه كان الشيخ هاشمي ان يستمر في رئاسته الشايعات براي استان القدس هناك اشاعات لان يكون في العتبه الرضويه المقدسه او لان يكون مندوبا للسيد القائد في امور الحجاج الايرانيين انه حاليا مسؤول عن في قسم من اقسام مكتب القائد ويمكن لرئيس المجلس ان يكون رئيسا لمجمع تشخيص مصالح النظام ولذلك يمكن لسماحة الشيخ هاشمي أن يستمر في كلا المنصبين هناك أكثر من 400 امرأة مرشحة في الانتخابات الإيرانية معظمهن لم ينلن هذا الحظ الوافر إلا في عهد مجيء الرئيس خاتمي والإصلاحيين ما هو موقفكم كيمينيين من بداية النفوذ السياسي الهائل الذي بدأت المرأة الإيرانية تتخذه على الساحة السياسية إنني أتصور ويجب أن نسأل تيار اليمين في هذا المجال لكن المهم هو أنه ليس هناك اختلافا بين النساء والرجال في تواجدهم في الساحات السياسية إن الجميع بالتزامهم بالمواد الإسلامية يمكن أن ينتخبوا ويستلموا مناصب مختلفة إنني مرشح من مدينة قم وصلنا في إيران في عهد الرئيس خاتمي إلى منصب مساعدة رئيس الجمهورية ما هو المدى الذي يمكن أن تسمحوا فيه للمرأة الإيرانية بأن تتولى مناصب أكبر هل يمكن أن تصبح المرأة في إيران رئيسة للدولة عما قريب؟ حضور النساء في الساحة السياسية والاجتماعية أمر نهتم به إن ثورتنا انتصرت على أساس تواجد الجميع وخاصة النساء وليس هناك منع لحضور النساء في قوانين الجمهورية الإسلامية في المجالات المختلفة بعد انتهاء الحرب اشتد هذا التواجد وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة سارعت الحكومة في هذا المجال إن المرأة يمكن أن تنشط في جميع المجالات ضمن المبادئ والأصول الإسلامية ويمكن لها أن تحتل جميع المناصب في الجمهورية الإسلامية إن هناك اختلاف في الانطباع حول رئاسة الجمهورية حيث ينص الدستور على أنه بإمكان الرجال السياسيين أن يحتلوا منصب رئاسة الجمهورية وفي الأدب الفارسي يمكن أن تشمل هذه الكلمة النساء أيضا إننا لا نستبعد أن تشغل النساء وتشغل المرأة في مستويات أعلى وليس هناك منع في قوانيننا يسألك حميد علي الأهوازي من مانشستر في بريطانيا يقول لك ما هو رأي الدكتور هاشمي بشأن التناقضات الصارخة التي تعاني منها سياسات إيران الداخلية وأهمها أنها تدعي بالثورية الإسلامية في حين أنها تساند روسيا في قمعها للشعب الشيشاني المسلم ولدي في الحقيقة أكثر من 5 أو 6 أسئلة وصلت عبر الفاكس تتحدث أو تنتقد موقفكم كجمهورية إسلامية مما يحدث للمسلمين في الشيشان وبصفة إيران أيضا تترأس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامي وبصفتك أنت الناطق الرسمي باسم
مجالس النواب للبرلمانات لدول منظمة المؤتمر الإسلامي، أليس موقفكم أنتم وباقي الدول الإسلامية مما يحدث في الشيشان موقفا مخزيا؟ إنني أتصور بأن الفاكس المرسل أرسل من جهة لا تطلع على وجهة النظر الإيرانية، إن القائد اتخذ مواقف صريحة بالنسبة للدفاع عن حقوق المسلمين في الشيشان، والسيد الرئيس خاتمي كرئيس لمنظمة المؤتمر الإسلامي أوفد وزير الخارجية إلى روسيا مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية في الدول الإسلامية، وقاموا بدراسة الأوضاع في الشيشان، ومجلس الشورى الإسلامي اتخذ مواقف مختلفة في هذا المجال، وأمانة الاتحاد البرلماني العالمي التي المتواجدة في إيران اتخذت مواقف في هذا المجال، إن الاحتجاجات التي قامت بها إيران كانت ربما أكثر من سائر الدول الإسلامية الأخرى، وإن مواقف إيران واضحة في هذا المجال. إننا طبعا علينا أن نعقب موضوع الشيشان، إن نحن جميع الدول الإسلامية، وعلينا أن نوجه الضغوط وأن نفاوض الحكومة الروسية لإزالة هذا الظلم اتجاه المسلمين في الشيشان، وأنني أعتقد بأن مجموعة الدول الإسلامية كانت غير نشيطة في هذا المجال. دكتور هاشمي، ما هو تصورك بعد يومين أو يوم الجمعة ستكون الانتخابات، ومن المنتظر أن تعلن النتائج مساء السبت، ما هو تصورك الدقيق لتشكيلة البرلمان الإيراني القادم؟ إنني أتصور بأن المجلس القادم سوف يتشكل من أغلبية هم من الذين يؤمنون بالمبادئ ويركزون على المبادئ ويؤيدون السيد الرئيس خاتمي، لكنني لا أعتقد بأن أحد التيارات سوف يتغلب على المجلس، ولا يمكن أن نتنبأ في هذا المجال، لكن الأغلبية سوف يكون من المؤيدين. لكن كل الاستطلاعات تؤكد أن الإصلاحيين سيفوزون بما يقرب من 80%، وأن ما حققوه في الانتخابات الرئاسية عام 97 سوف يحققونه في الانتخابات البرلمانية هذه المرة. طبيعي إن هذا طبيعي إن الأجواء في بلدنا والمحبة التي يكنها الشعب بالنسبة للرئيس خاتمي، لذلك سوف يرشح هذا الشعب النواب الذين يدافعون عن مواقف الحكومة. هذا لا يعني بأن يقر المجلس ما تفرضه الحكومة، لكن المجلس القادم سوف يكون من المؤيدين والمعززين لسلطة الحكومة وإنجاحها في المجالات المختلفة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. هذه الصورة تؤكد على أن حكومة الرئيس خاتمي ستظل تعاني من مشكلات حال تحقيق التشكيل التي تشير إليها الآن، وأنها لن تتمكن من تنفيذ برامجها الإصلاحية. لا، إنني أتصور بأن المجلس الحالي أيضا، إن أغلب النواب في المجلس الحالي من التيار المستقل والتيار اليساري الذين يؤيدون السيد خاتمي بشكل كامل، وأيضا قسما من القوى المتعقلة للتيار المحافظ، كل هؤلاء يؤيدون الرئيس خاتمي، وإن هذا العدد سوف يزداد في المجلس السادس أي المجلس القادم، وأن الحكومة سوف تكون مرتاحة أكثر. هل تعتقد بأن الرئيس خاتمي سوف يقوم بحل الحكومة الحالية بعد ظهور نتائج الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد، ويقوم بتشكيل حكومة جديدة؟ ربما
ربما لن يغير جميع الوزراء، لأنه وفقا للقانون لا يجب للحكومة أن ترشح مرة ثانية وأن تقدم للمجلس، لكن السيد رئيس الجمهورية قد توصل إلى هذه النتيجة خلال السنتين الماضيتين بأن هناك مشاكل في بعض المجالات في مجال التنفيذ، وإنني أتصور بأنه سوف يتم تغيير في بعض الحقائب الوزارية على مستوى حقيبتين أو ثلاث حقائق. علي قطب الدين من السويد، تفضل يا أخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور طه السلام عليكم. تفضل يا سيدي بالسؤال. نعم، السيد الإمام رحمة الله عليه دعا المسلمين عند قيام الحرب الإيرانية العراقية واعتداء الجيش العراقي على الجمهورية الإيرانية المتأسسة حديثا. تقصد الإمام الخميني؟ لنصرة هذه. تقصد الإمام نعم. الخميني؟ نعم، الإمام الخميني دعا المسلمين للدفاع عن الدولة عند قيام النظام العراقي بالهجوم عليها في الحرب العدوانية المعروفة. فقام الإخوة العراقيون باللجوء ليس اللجوء إنما بنصرة إخوانهم، هم ليسوا بحاجة إلى اللجوء أصلا، جاءوا إليكم ودافعوا عنكم، وكان لهم فضل كبير في بقائكم بالسلطة. في معركة المرفاد هجم مسعود رجوي بمساعدة القوات العراقية، وحتى تخطيط من القوات الأمريكية كان موجود في تلك المرحلة. يعني لا نطلب منك أن تذكر لنا تواريخ معارك يا أخ علي، لا تذكر تواريخ معارك. الآن فهم سؤالي. في آخر 88 شهر آب أستاذ ما هو؟ أحمد. لا أطلب منك لا أطلب منك توضيحا وتفسيرا كثيرا، وقتنا ضيق، ولكن سؤالك إذن في ظل لجوء العراقيين إلى نعم. إيران وقتلهم إلى جوار الإيرانيين نعم. ضد العراقيين، سؤالك إذن؟ نعم نعم، الآن هم مولا سيد أحمد أخرجوا حتى الأطفال العراقيين والأفغان من المدارس لأنهم أجانب، يسمونهم أجانب، وسلموا بعضا منهم إلى النظام العراقي الذي كان كافرا بالأمس، والأخوة العراقيون دافعوا على هذا. خلاص أسلم يا سيد، النظام بعد الحرب أسلم. مثل اسمح لي فد لحظة، أرجوك اسمح لي، أرجوك يا أستاذ أحمد فضل. مثل الأستاذ حسن حبيبي، دكتور حسن حبيبي والشيخ رفسنجاني لما تكلموا على موضوع العراقيين، سئلوا من قبل بعض الصحفيين، الدكتور حسن حبيبي نائب رئيس الجمهورية قال العراقيون والأفغان طفيليون دعوا بغير دعوة إلى إيران، نحن لم ندعوهم، والإمام الخميني قدس الله سره العظيم قد دعاهم بأنفسهم وهم لبوا لأنهم مسلمون. والشيخ رفسنجاني قال أيضا بالحرف الواحد، وأنا أعرف الفارسية، قال هم حمل ثقيل علينا. طيب اسمح لي نسمع تعليق الدكتور هاشمي، اسمح لي نسمع تعليق الدكتور هاشمي. أنتم لن تكرموا وفادة العراقيين الذين ناصروكم في الحرب وتعاملونهم كما يقول معاملة غير جيدة، وهناك تصريحات لمسؤولين على رأسهم نائب الرئيس حسن حبيبي السابق يعني ضد هؤلاء العراقيين، ما تعليقك يا سيدي؟ من تعجب بكم از این انني استغرب من اخينا انه ليس مطلعا على الامور في ايران، انني اتي من قم حاليا وان الكثير من اخوتنا واخواتنا العراقيين يقيمون في قم ويعيشون كسائر الناس كسائر الايرانيين في هذه المدينة، إن قسما كبيرا من أسواق قم تدار من قبل الإخوة العراقيين، وأن هناك تواجدا كبيرا لهم، إن الجمهورية الإسلامية تنظر إلى ضيوفها نفس النظرة السابقة، إننا نتوقع من الآخرين إن كنا بمحل العراقيين والأفغان، إن بلدنا أبواب بلدنا مفتوحة أمام إخوتنا العراقيين والأفغان. طبعا هناك مشاكل تتأتى من حضور هؤلاء المهاجرين والضيوف، هناك مليونين من شباننا يعانون من البطالة، وهناك مليونين من الآخرين يعملون في هذا البلد، لكن هذا لا يعني بأننا نسيء المعاملة إلى هؤلاء. وفي الخطة الخمسية الثالثة التي أقرت مؤخرا في مجلس الشورى الإسلامي دافعنا بقوة وبشدة عن عدم التعرض بالنسبة لضيوفنا. شكرا لك يا دكتور، شكرا لك، لكن إجاباتك تتناقض مع كثير من الواقع الذي يسعى العراقيون المقيمون في إيران إلى بيانه، وأنهم يعاملون معاملة فيها اضطهاد وأولادهم محرومون من الدراسة في المدارس. فالح المنصوري من هولندا. نعم تفضل يا فالح. السلام عليكم. عليكم السلام يا سيدي دكتور منصور. تفضل. أرجو أن تسألنا صدركم أخي. عفوا.
أرجو أن يتسع صدركم لنا. لكن بإيجاز لأن لم يعد لدي وقت. نعم نعم نعم. لا شك أخي، سؤالي أنا متوجه أتوجه للسيد الهاشمي. تفضل. لا شك أن المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية يعلمون جيدا عن الدور البارز الذي لعبه الشعب العربي الأحوازي في لطاح النظام الشاه البائد. طمعا منهم على أن موجد الثورة أو الانقلاب في إيران السيد الخميني سوف يوفي بوعده الذي أوعد به الشعب الأحوازي حين كان في منفاه في باريس، حين قال للشعب العربي الأحوازي حق تغيير مصيره باعتبار شعب متميز بثقافته ولغته العربية وتقاليده، وباعتبار الأحواز محتل احتلالا عسكريا. ما مفهوم تقرير المصير الذي تقصده يا فالح؟ تقرير المصير للشعب العربي في الأحواز. ما مفهوم تقرير المصير؟ هل الاستقلال عن إيران يعني مثلا؟ ما نقول مثلا الحكم الذاتي فرضا. تطلبون الحكم الذاتي في مناطقكم؟ نعم شعب متميز. كم عدد سكانكم تقريبا؟ سبع، يعني طبق آخر إحصائية للصليب الأحمر الدولي ومنظمة عفو الدولية في عام 95-900 ألف 7.5 مليون عربي. شكرا لك. هل تقبلون يا دكتور هاشمي أن تمنحوا الأهوازيين العرب حق تقرير المصير أو الحكم الذاتي في مناطقهم؟ إنني أستغرب من الأخ منصوري حينما قام العراق بهجومه ضد إيران، قام الشعب في خوزستان والمواطنين في خوزستان بالدفاع عن الجمهورية الإسلامية وقدموا الشهداء، وإن الكثير من إخوتنا من محافظة خوزستان ومن المواطنين في هذه المحافظة دافعوا عن أرضهم وعن إيران ولم يسمحوا لأن يقتطع أي شبر من الأراضي الإيرانية. إن إخوتنا الناطقين باللغة العربية كسائر الإخوة الناطقين باللغة التركية وسائر العناصر المتواجدة ضمن إيران الكبرى، إنهم يؤكدون ويصرون على السيادة الوطنية الشاملة ويدافعون عن الوطني ضد جميع الأعداء، وإنني استغرب من هذا الكلام. ربما يكون هناك فصيلا معاندا للجمهورية الإسلامية ومعاديا للجمهورية الإسلامية وعدد المنتمين إليه لا يذكر، ربما تقول بعض هذه الفصائل بهذه الأمور أو تؤمن بهذه الأمور، لكن الشعب والمواطنين في خوزستان يدافعون عن السيادة الوطنية، وهناك تفاهم كامل بين القوميات والعناصر المختلفة في إيران، وكل شخص يستطيع أن يقوم بتصرفاته وبحياته اليومية بكل حرية، وليس هناك أي تنافرا بين القوميات المختلفة حتى نؤمن بالحكم الذاتي. شكرا لك، ونتمنى أن يكون ذلك واقعا في إيران. ما هو رؤيتكم لمستقبل النظام السياسي الحالي في إيران؟ وهل ترى أن الدستور الإيراني يجب تغييره بعد هذه الانتخابات؟ ليس ضروري أن يتغير الدستور، إن الدستور في بعض البلدان استمر لمدة 100 سنة ولم يتغير. إننا قمنا بتغيير هذا الدستور قبل 10 سنوات، وأتصور بأن هذا التغيير لبى حاجات المجتمع، ولذلك ليس هناك ضرورة لتغيير الدستور، وإن الطريق القانوني لتغيير الدستور متوفر، وإن كان المجتمع والقيادة والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية يؤمنون بالقيام ببعض التعديلات سوف يتم ذلك كما تم في زمن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. أشكر دكتور طه هاشمي أحد زعماء التيار اليميني المحافظ في إيران، أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به وعلى تحملك لي وللمشاهدين طوال الساعتين الماضيتين، كما أشكر المترجمين باسم شريعة مدار وعبد الهادي ضيرمي، وأشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، وآمل أن نكون من خلال هذه الحلقة وحلقة الأسبوع الماضي قد قدمنا لكم صورة عن واقع الحياة السياسية في إيران وطبيعة الصراع بين المحافظين والإصلاحيين، على أن تترقبوا معنا نتائج الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي ستعلن يوم السبت القادم. حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله همة للغاية وأقدمها لكم من الكويت، أما ضيفنا
فهو وزير الإعلام الكويتي الدكتور سعد بن طفلة العجمي. في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج ومخرجه جاسم المطوع، وهذا أحمد منصور، وحييكم بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.